لما الواحد يعزف قدام يعني جمهور دائما في نوع من السعاده، يعني حلو الشعور انك عم تطلع على المسرح وعم تعزف للناس، لانه باخر اليوم العزف انت عم تحاول تتواصل مع الناس، عم تحاول تبسط الناس تريحهم. هذا هدف اني انا اللي بعزفه، بحاول اني اتواصل مع الجمهور. اخر حفله كانت بلندن يوم 2/3، وبعدين طلع قرار الحظر وفجاه كلهم انلغوا بليله واحده. لندن مش زي دايما، بعرف استعمل كلمة غريب زيادة على اللزوم بعرف، بس لأنه هذا هو الشيء الوحيد اللي بقدر أفكر فيه. غريب مش مخيف، مربك. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله. خلاص الوالد توفى، يعني بس أحسي به يعني واجب لازم أكون شاركت في صلاة الجنازة أحضر الدفن. يعني خسارة كبيرة، ويعني حزينين شديد إننا ما كنا معاه في الدفن، لكن يعني وضع العالم اللي نحن فيه يعني ما عندنا حل. نحن الحمد لله يعني بالنسبة للمعجزة إننا قدرنا إنه نوصل السودان ذاته، ما فيش طريقة يعني نصل مع السودان، مع إنه دي كانت أمنيتنا يعني. الحمد لله فخورين به، حتى يعني هو ضحية في الحرب ضد الكورونا، ونسأل الله بس يتقبله شهيد. مستني مكالمة من ابن عمتي في السودان، فهيسجل لي لايف فيديو مباشر عشان نحضر معهم الدفن والصلاة، وإن شاء الله أنا أصلي معهم صلاة الجنازة من هنا يعني. نكون فخورين بأنه أبونا توفى وهو يساعد في الناس ويخدم في الناس. مات الله يرحمه بنفس الطريقة اللي عاشها حياته. اللي بنقول لها إن شاء الله يعني حسن خاتمة وربنا يتقبله. بس يعني ما في. محمد ازيك؟ محمد. انا هحضر في كلمة مؤمن. خلاص؟ خلاص اوكي. طيب لا هو فاللايف فيديو انا قلت يعني حاجة مهمة بالذات لأخوي الصغير، لأنه عمره 14، يعني لازم يفهم أنه ده بابا توفى ودفناه وخلاص.
ايوه امي معاك. طبعا او حتى اذا خليت بس التليفون فاتح عشان نسمع معاكم بس يا عم. بسم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض ولا نعبد إلا إياك لا إله إلا أنت. يعني أتخيل لو أبوي كان معي كان حيكون عاوزني أعمل شنو، فلا بد لا عندي أي شك يكون عاوزني أكون راجل البيت. لا إله إلا أنت ملك السماوات والأرض ولا نعبد إلا إياك. يعني هون المحل بهي الفترة بنكون اوريدي يعني عم نعمل بزنس، مش انه يعني ما فيش بزنس، بيكون مليان كيو، ناس عم بطلبوا، ناس عم بتطبخوا. حاليا في شوت داون، ما في شيء. نحن اول ما بلشت الازمه وما صرنا نطلع فلوس، نحن عملت اجتماع مع كل الموظفين وقلت لهم اوكي عندنا خيارين، يا بنسكر وكل واحد بروح على بيته بنقعد نعمل حجر صحي، او بنتحول للجنه اغاثه شعبيه مجانيه متطوعين. فكل الشباب قالوا لا نحن بنكون موجودين، بنيجي بنقعد بنعمل فولنتير، بنطبخ بنوزع للناس، لانه احنا اصلا نحن بفلسطين عايشين هذا الوضع من زمان، ف يعني صار في خبره متراكمه، يعني وضع الحرب موجود اوريدي. فعملنا سويتش مباشره انه صرنا في وضعيه حرب وحولنا كل المطاعم ل distribution center. بس على الاخر الحجي فهي بس وظيفتها هاي الزاويه، هاي الزاويه الصغيره تعمل مفعول كثير كبير ونحن بنطلع ان شاء الله. فاليوم مش عارفين قديش حجي نعمل اليوم 200 ان شاء الله. بس اليوم نحن ان شاء الله حنعمل اكل للمستشفيات، يعني ما عم بيطلعوا لانه تغيير البي بي تاعهم هذا البروتكشن كلوثز بياخذ كثير وقت، ف they are stuck في جوا المستشفى. فنحن شو بنعمل؟ بناخذ لهم اكل للمستشفى. ولك هلا في وضع استثنائي بالبلد، في عالم بحاجه للاكل، لازم نحن نعمل لهم اكل ونطعميهم. الحجة عايشة في حرب المخيمات والحصار وكذا، وعندي خبرة بالتقشف كيف بكون لما بكون محاصر وما في اكل. لازم تدبر حالك، المهم انك ما تنام جوعان. يعني انا بقول للشباب انه هاي خبرتنا نحن، كنا جايين من مجتمع فيه حرب وفيه حصار وكذا، يعني في عندنا تقريبا تجربة. يعني نفس الشيء بس في الحرب بكون عدوك قدامك وعارفه وشايفه، بس هون عدوك ما مجهول مش شايفه. نحن هون انا بالنسبه لي بارت اوف كوميونيكيتنج اور كلتشر، لانه ثقافه التقشف والحرب ومساعده الاخر والى اخره، يعني انت بتنضعها من رحم المعاناه اللي بتكون انت عايشها اصلا في البلد تاعك. نحن مش عم نخاطر بحياتنا، نحن عم نعمل بواجب اتوقع، يعني هن عم بخاطروا حاليا على الخطوط الاماميه ونحن عم بنحاول بدورنا نعطيهم الدفع. شفتي؟ سمعتي؟ مقلوبة قلبنا. You should not be using public transport or traveling for anything other than essential journeys. Please maintain a safe distance if you are traveling.
لما لسه طلعنا يعني في بريطانيا ده لوكس داون حجر يعني صحي، جات علي مره يعني حامله بيج شوبين وترولي وكل شيء، قالت لي انتم لسه انت لسه شغاله حتى يعني كل العالم عامل لوكس داون؟ يعني بوحت عليها قلت لها يعني ولو ما كنت انا شغاله مين حياخذك انت والشوبين بتاعك؟ بكل صراحة كتير فخورة بحالي، لأنه رغم الوضع الحالي لسه طالعة أشتغل. يعني حتى بنتي بتخاف علي، بقول لها يعني لازم أشتغل. الوظيفة بتاعي باخذ دكاترة، ممرضين للمستشفيات، صحفيين، العالم يعني كل يعني ناس محتاجة للباصات. يعني حنا في الديبو بتاعنا الحمد لله يعني تاش ولا حدا توفى، بس في باص درايفر بنعرفهم يعني، بس في البرتن توفوا خطايا يعني، ولسه صغيرين يعني لسه شباب. والله يعني عزوا علي بكل صراحة. كل يوم بيعد بتقول الحمد لله ما في سيمتوم الحمد لله، بس احنا دايما خايفين من بكرة. إلى متى؟ الله أعلم. ضروري بدنا بوكسز. بوكسز، gloves، masks. Yes. احنا كتبنا كونسبت نوت كمان حلو، يلي هي بدنا نشاركها مع الناس اللي مش دونرز عاديين، دونرز اكبر. قولوا لي اذا منيحه. If the looming ghost of COVID-19 has taught us anything, it is that we need one another to persist and continue to exist. As a small group of volunteers, we are putting together weekly food rations for distribution to anyone who has fallen between the cracks. Whoop, whoop. Well done. Create posts for social media. أنا رح بلش أعمل البوكسز. Definitely. Okay. ونحط البوكسات تبعنا ونشوف قد ايه كل وحده بدها تكلف. أنا عارف كنا مع جمعيات بلبنان عشان يعطونا انسايت كيف بدك تضرب البوكس بالضبط، يعني شو السبلاي اللي بدنا نبعته. واللي عملناه كمان انا ولارا طلعنا على الكونسل شو اللي مسموح لنا نوزعه وشو اللي مش مسموح لنا نوزعه. في 55 عائله لبنانيه هلا عرفنا عنها اون سوشيال ميديا، يعني بيقال انه عندهم كورونا. فانت بتخيل 55 عائله في الاشياء اللي احنا متعودين عليها، الحروب، القصص هي. احنا كنا نطلع لمحل نوقف بطابور ناخذ راشنز، بس هلا الوضع صعب لدرجه انه الناس مش قادره تطلع. بما يعني انه في كثير ناس محتاجه احنا ما بنعرفها. انا سامعه قصص من ماما انه هيدي بانديميك انت شوفي بالحرب مثلا، كنا نوقف 3 ساعات بالطابور لناخذ مثلا ربطه خبز. فعندهم هن انا وقفت، انا عمري 6 سنين 7 سنين وقفت بطابور اخذ خبز بالكويت. كانت امي تحطني بالطابور عشان ناخذ حصه، يعني انه هي حصه وانا حصه واختي حصه. لا ما هون شو كانوا يعطونا 3 ترف قد سمر وبتضربيه بالحيط برجع. وير اكسبيرينسد وذ ذس. صح عن جد هيدي السيت العربي اللي هو الستيريوتايبنج، انه اتس ايذر انه انت عم تستغل السيستم او تيرورست. انا حابه نفرجي كمان المجتمع اللي نحن عايشين فيه، انه نحن معكم منكم وفينا نقدم. نحن فينا نجيب جود تريتس، فينا نجيب اور كلتشر. خلينا نجيب هاي العاده نحطها هون نقول للناس وين في حدا محتاج احنا بدنا نساعده. صح. يلا عشان هلا جاي رمضان، وبتعرف المحلات العربيه بتتحمس تعمل خير برمضان، اي حدا بيتحمس يعمل خير برمضان. ليتس ميك ذس ا مينينغفول رمضان. Thank you.
عملية الحظر يعني أول إشي أثر على علي هو كل الحفلات التغت، كل الشغل التغى، الجامعة سكر، محل ما بدرس سكرت الجامعة. كموسيقي نحن بنعتمد على الحفلات. صعب الواحد إنه هو تغير، نظام الحياة كلها تغير. أنت عم يعني فجأة من سفر لحفلات لقاعات لتدريس لفجأة ولا إشي، فجأة أنت قاعد بالبيت. شعور مخيف شوي، الواحد ما بيعرف شو بيسوي. اشتقت للروتين. اللي هو اللي أنت عم تشتغل لهدف. فيا غريب، غريب الشعور. كيف يومك الليلة؟ والله تمام الحمد لله، الحمد لله. كيف كويس معك ولا هناك؟ كويس. أنا طبعا إن شاء الله عبرجع بكرة. معقول؟ هاي هاي لا يا عثمان، لا عليك الله. لكن والله مستشفيات بالذات مستشفيات عندي قالوا حكاية بطالة شديدة يا عثمان. لا هاي فعلا، هاي فعلا. أنت مو معرض روحك تجيب لنا كمان حاجة ثانية ولا هنا؟ كفاية أبوك يعني. فاي ابوك جميلنا هالمستشفيات دي بالضبط كده. ف... you have to think about like the rest of the house والناس في البيت والله بجد يعني ده حاجه بالمناسبه مخيفه شديد. عشان كده انا ما عايزك تنزل هسه الشغل، ما عايزك نهائي بليز يعني. انت عايز ترجع ليه؟ والله يا اخ ناس ونحن من ناحيه الدكاتره هاي هم ناقصين. خلي الحكاية دي تهدين شوية كده كده، بيقعد لك تاني أسبوعين زيادة بعدك أشوف. هاي بس ماشي علي وين؟ أنا ما أعرف، أنا غايت إذا أنا هدنت وقعدت في البيت والمع معاي هدن وقعدوا في البيت، هالمستشفى اللي يفضل فيهم الحكاية دي في النهاية تتعالج كيف؟ الناس العيانين زي أبوي الله يرحمه. خلاص هم من حقهم يوفروا الحاجات دي للناس يا عثمان، يوفر بالذات للدكاترة دي المعرضين. يعني المفروض يوفروا أي حاجة يعني على الأقل لبس الوغاية دي إنه ما يتعرضوا لحاجة زي دي. أيوة خلاص بكرة هيكون ده أبو زول تاني. خلاص والناس دي بقت معتمدة علينا. الواحد خلاص ما يجازي بيروحوا يعني، ما يجازي بيروحوا ليه؟ خلاص لكن لو ما جازفنا نحن الناس العيانين يجوا المستشفى عقبنا. والله عثمان طبعا بس عشان حاسي بالمسؤوليه وبتاعه، يعني حاسي انه هو لازم يمشي ويشوف الحاصل شنو ويشوف العيانين. افتكر الحصل لابوي ده يعني شويه حسسه بالمسؤوليه، وحاسي انه لو في يعني حد تاني في نفس المكان اللي ابوي كان فيه هو حاب يساعده. محتاجين لسه يعني نكون يعني قاعدين قريبين من بعض وقاعدين just supporting each other. القصة صعبة شديد والله، ما حاجة سهلة يعني. انك يعني زي اللي بتخلي ابنك كده يمشي للموت وخلاص بعد ده يتصرف انه لو نجي منه نجي لو ما نجي خلاص. يعني الحكاية دي يعني قلق عامل لنا قلق شديد بجد يعني. انا والله من شغله ده قلقانة شديد يعني من انه سبحان الله. يعني انا ابوي اول دكتور في يعني في انجلترا يموت بالكورونا فيروس، وهو كان دكتور وهو كان شغال في المستشفى لما جاته الحاجه دي. فدي طبعا ذاته عامله لنا قلق. الواحد في اي لحظه في اي منطقه في البيت هنا الواحد بيتذكره فيها، فاكيد يعني اكيد الحكايه تغير الشديد الحمد لله. Thank you.
your day? Very quiet, very boring. Oh, the street's empty. Very empty. And no, even if the passengers, they used to talk to us and say good morning, good evening. No, nobody's talking to nobody. Everybody just keep quiet because everybody's worried. How many passengers did you have today? I think it was 34 passengers, a whole day. Whole day? It's really very scary, this situation. لما لسه بلش يعني ده الفيروس وبسمع ناس توفت وكل شيء بقول يعني انا ليش بطلع ودي بنتي لمن لوين حخليها يعني انت عارف هي يتيمة الاب توفى ابوها وهي عمرها 8 سنوات وما عندها حد في البلد الا انا يعني بعد الله سبحانه وتعالى of course والله العظيم حتى كان مرات ما بيجيني النوم بالليل بقول انا لو جاني الفيروس وتوفيت مين حيتكفل بالبنت في الاخر اقنعت نفسي قلت ليش اضيع شغلي وجهدي يعني وانا الحمد لله عندي علشان يعني فيروس لازم احنا نحاربه بس انا بقول كانه مفخره يعني للعرب كأنه شهادة تقدير لأنه العرب يعني ممكن يضحوا بحياتهم علشان يخدموا البلد بنحب يعني نشتغل على حالنا هاي ماما كيفك؟ كيفك بابا؟ وشو عامل زي رمضان؟ هاي الحمد لله تمام الحمد لله نص كل تدريسي اونلاين صار اصعب شوي اعتقد لهلا لشهر 9 الجامعه رح تضل كل شيء مسكر كل شيء مسكر وعم بيحكوا في حفلات كمان كل شيء ما في لاخر السنه والله عاد لولا الظروف كنا متوقعين تجي والله يا ريت اجي على عمان كان جيت عيادت عندكم بس ان شاء الله على الاوضاع احسن يعني حاضر بابا حاضر يا باي باي, باي. هاي عيلة خمس أشخاص ثلاث أطفال وسيدتين ما عندهم مصدر دخل وبعدين هن يعني هربوا من البيت لأنه كان في تعنيف أسري تعنيف أسري سو يا أبدا ما بيأثر على الحمل أبدا بالعكس هيدا أكتر درس بدنا نعلمه لبنتنا إن شاء الله إنه بدك تساعدي غصب عن راسك يعني if you're healthy if you're fine if you have a roof over your head this is your social responsibility to help other people in need نحن we're raising our girl in a western world فأنا بحب to يعني دائما يضل عنا هاي السمات العربية الحلوة يعني اللي هي الفزعة مثل ما كنا عم نحكي مبارح helping other people this is something we grew up seeing We should pass this on, يعني. عندك شغل كتير. يلا باي. باي guys. Good luck. Thank you. باي. Turn right onto Chaining Street. رايحين على مستشفى الـ UCL وين في معظم حالات الكورونا موجودة. احنا في عندنا دكاتره كتير يجوا على المطعم ياكلوا يعني احنا بسبب احنا قبال المطعم وعندهم ارقام تليفوناتنا ويخبروا لنا شو عم بصير بالداخل لان احنا نعرفهم لانه يعني في بيننا علاقه بوس اي سي يو لا جو حلال اي سول حلال ولا سام تشيكن يس تشيكن How many of you said five? I would say the atmosphere itself is kind of working with people that you like and that you love and you know like there are colleagues that we work with every day so the atmosphere is good in itself. It's very positive but it is chaotic at times though. Yeah. Some of our patients are pretty
pretty poorly, and I think reality hits us every single time we come into the hospital, every single time we leave the house. Yeah, the scary part is just the fact that we've just been put on the front line. It's like, this is what you have to do now, jump into it. I guess that's the scary part, isn't it? We've got less time to cook when you get home because you're knackered and you're tired, so lovely people out there bringing us food is amazing. The problem is that you don't have time to go out and find anything, and everything is closed. When Holly told me today that you had offered us food, we were like, oh my God, because everyone, you know, like, I forgot my lunch this morning. I didn't bring lunch because ain't nobody has time. We don't have time. We don't. The shops are closed when we finish work as well, so we can't even buy food when we finish. You go to the shops, like, I haven't been able to buy eggs for like 2 weeks. هذا الحكي بخليك تشعر انك انت فعليا جزء من هذه المعركة. لانك انت لازم تشاعر تدل العالم انه انا ما بقدر اروز لابري ولا اكون موجود في الفرونت لاين، وبتقول لك انا بنسى اني اكل وما في مكان تروح اصلا تاكل فيه ولا تشتري منه اغراض. ففعليا هون المجتمع لازم يكون مع بعضه عشان فعليا مش فيك انه بتدعي انك انت عم تدفع عم تعطي، بس يكون في شيء ثاني. الحمد لله شكرا. الاولاد بخير وانت بخير وحاسه حالك بامان؟ الحمد لله بامان. ماشي. طب وانت عندك قرايب، في حدا عم بيتصل فيكي او يهتم فيكي او يحكيكي او هيك؟ لا والله كله بالسودان. انت وحيده هون؟ ما عندك حدا ابدا. هلا عندك نحن. بتتصلي علينا جد، واذا حسيتي حالك متضايقه حتى لو نفسيا يعني اتصلي علينا واكيد نحن موجودين. شكرا، كثر خيركم. طيب ماشي. انه قالت انه زوجها متوفي من 10 شهور، انه مش عادي تكون لحالها وعندها ولدين وما عندها حدا يعيلها وما عندها قرايب واهلها بالسودان. يلا واحنا هون، واحنا هون. نسرين، نسرين، يور دوينج جود حبيبتي، يور دوينج جود. انا لولا السلف ديستانسينج عبطتك، بس يعني انا سالت يور دوينج جود حبيبتي. قلت لها احنا اللي عم نقدر نعمل. ريزيلينس بده الشغل هذا. ايه اكيد اكيد. ريزيلينس، طولي بالك، ما في شيء، ما في. عمل يو ميد سم ونز داي. وهلا رايحين نعمل سم ون ايلسز داي، فيعني خلينا هيك نشتغل بهالبوزيتيفيتي، انه خلينا غير مش عم نوصل بس اكل، عم نوصل فرح. خلينا نوصل للناس فرح وامان وهذا الشيء وقوة. شو صار؟ رحنا اليوم اعطينا لهدول الناس بعدين وزعنا 250. هدول جنود، عرفت كيف؟ بالحرب، فلازم الناس من برا كمان تدعمهم. اتفاجئت، يعني هدول اللي هم اصلا في نص يعني المعركة، في نص يعني كل الانتنسيف كير، كل العناية المركزة عندهم. القوة الخارقة. ما بيقولوا لي مين انت، بقول لهم انا رئيس وزراء فلسطين. شو بدك مني؟ مين بكون اكون؟ ولا رئيس جمهورية لبنان كان. ميشيل عون. هاي حياتي. هاي. كيفك؟ كيف جوي؟ والبيبي؟ ليكي كيف حاسه حالك وانت عندك لوك داون انت وحبله؟ ما عم نعمل شيء، نحن وصلنا لمحل بدك اذن من الشرطه تطلعي تمشي برا او تروحي على السوبر ماركت تجيب اغراض، واذا منك لابسه الماسك والجلوف في فاين 1000 درهم. عن جد كيف هيك؟ يعني شو هالمرحله اللي وصلنا لها؟ طيب كيف حاسه انت انك حبله حتخلفي بزمن الكورونا؟ رعب. ليش رعب؟ رعب. لانه بيقولوا لك وبتقري كثير ارتكلز انه البيبي منه معرض، وبس انه بتطلعي بمولودك الجديد انه هذا ضعيف، انه كيف؟ هلا لقيتي في كثير اشياء ماني قادره اتحكم فيهم، واللي هن انه اهلي منهم قادرين يكونوا هون. اهل جوزي منهم قادرين يكونوا هون، فما في حد ثقيله. لا انه البلان كان انه بابا انا وبابا نروح لعند نادين. وش؟ بس شوفك قريبا. بس يفتح المطار اول مشوار. I love you.
اللايق مع الوالدة يعني والدة طبعا توترة وكانت بلقانة علي انه ارجع الشغل شديد. حاولت اصبرها يعني حاولت اقنعها انه الحياة لازم بأي طريقة ما ترجع زي ما كانت. عادة زي الوقت الشوارع بتكون زحمة والناس ماشي الشغل والاطفال ماشيين المدارس السيد كلام ده كله ما في يعني تحس بالشوارع فاضية فجأة كده العالم انقلب. على الشغل ده كان مشوار سعيد يعني سبحان الله المشوار السيء اختلف بقى فقد نكهة كده بقى ما في نكهة السعادة والفرحة. اليوم هاي لالا هاي ماما كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. نسمع كثير يعني من وسائل الاعلام وهيك انه لندن كثير فيها وحتى رئيس الحكومه رئيس الوزراء كان منصاب وامير تشارلز كان منصاب. الحالات عم بتكون هلا يعني خفت شوي بس الحالات كانت عم تكون بارقام مخيفه وما عم يقدروا يستوعبوا كل العالم بالمستشفيات فهون انا معتبره يعني صرتوا انتم حسيت انه انتم صرتوا بخطر. يعني انت عم تعملي هيدا الشيء عم تروحها عم تجوا عم تقابلوا الناس كان قلبي يعني لا ماما عم بنتبه يعني مش لعبه هي الموضوع بالنهايه بتعرفي من عمي. يومين كثير هيك كنت مضايقه لانه طلع لي هلا لانه بابا سنويته من امبارح قولت امبارح كانت ب 27 انه قبل بنهار حلمت انه بابا حامل بنتي عرفتي فانا فقت وحسيت انه هيك يعني كانه يعني مبسوط او فهيك الله يرحمه يعني بس بالنهايه الحياه بدها تكفي. المهم انتم تكونوا يعني حاملين الذكرى الحلوه منه والحمد لله هذا اول هذا العمل اللي عم تعمليه هذا من الاشياء اللي كان بيك بحب هذا حافظنا على هذا شو بقولوا التراث او هاي العاده يعني We are giving food for the guys at Wilms Cross Hospital. And they are doing the TikTok dance, the challenge, to kind of entertain themselves and encourage people to stay safe. And what we're doing, we're feeding them because, as you know, army doesn't run on empty stomach. Guys, the winner will get chicken with rice, so please. Just the practice, yeah? One, two, three, four! You haven't even pressed play, haven't you? Because we're getting really busy at the moment, to take time out, we'll just do a quick 2-minute TikTok challenge. It's just to relieve us and say we're having a good time as well as all the sad things that are happening in A&E at the moment. Okay, guys, we got you the music on the ambulance. Three, go! You're welcome. Wow. Chicken. Chicken. Girls, are you all done here? You keep some for the night stuff. Is that okay? Brilliant. I'm going to bring them with Jaya. No problem. كنا عم نحكي إنه لازم تخلي معنويات الفريق عالية دائما من خلال الموسيقى ومن خلال الحركة ومن خلال الأشياء اللي هي بتحول الأمور من أفكار إلى أعمال. يعني في كثير افكار وكتب ومصطلحات وكذا الى اخره ولكن الافعال هي اقوى واعلى وبتخلي الامور دائما تصير بطريقه او باخرى ايش حقيقيه يعني بتترجم اقوالك لافعال مزبوط مش مزبوط هيا 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 He came to us last week sometime and when he came and delivered the food I pleaded with him saying that a night shift the nurses and doctors are not getting any food So on Monday he delivered a whole load of food for the night shift which was good because the night shift really appreciated يعني استنى حاليا بيزي اكثر
لأنه فكرة الشغل هي عبارة عن إنك تصحى الصبح وتعمل شيء مفيد، مش تعمل مصاري. هاي بالنسبة لإلي تعلمتها في باقي الحطب، فلسطين، تحت الاحتلال الإسرائيلي. الفكرة مش تطلع تجيب قديش، الفكرة إنك أنت عم تطلع وعم بتجيب شيء، عم تعمل شيء، عم بتفيد حدا، عم بتخلي حدا يضحك، عم بتساهم، عم بتعيش. هذا اللي أهم. Guys, would you like some chicken? Enjoy. Okay, let's go to the COVID ward. فأول يوم لما رجعت الشغل بالنسبة لي كان يوم يعني كنت متوتر شوية كده. شغالة بتدعم في علاج مريضين الكورونا فيروس. فشعوري لما خشيت العناية المركزة إنه يعني إحساس كأنه الحاصل حولك ده يعني كأنك عايش لك في فيلم كده. يعني ما حصل شفت لي كثرة ناس في حتة صغيرة وأي واحد فيهم وضعه سيء. المكان ده عندك وظيفة، عندك أهداف لازم تجيبها. ففي نفس الوقت بلقى روحي في عيان منظره كده بيذكرني بالوالد الله يرحمه. هنا طبعا شجرة التفاح كان بحبها خالص، يعني دائما كان بيجي بسقيها هو، فدي من الهوايات اللي كان بحبها. يعني طول الوقت لما اكون شغال في المستشفى دائما بفكر، يعني بسأل نفسي بقول ابوي الله يرحمه لو كان موجود كان يتصرف كيف. وما عندي اي شك الوالد الله يرحمه كان من الناس الأولوية بالنسبة له الآخرين والعيانين. من الأفكار دي بتديني الشجاعة وإنه أتم الواجب والشغل. يعني أول الحفلات اللي حضرتها بلندن كانت بهاي القاعة، فرجعت لي ذكريات كتير. بس على فكرة في عندي، أنا كنت أحلم بكابوس دائماً إنه بطلع على الستيج. نسيت حذائي وعم بعزف لقاعة فاضية. Ironic really، لأنه هذا هو الحال الفني حالياً، ما في جمهور، ما في ناس عم بت لايف طبعاً، فشوي كانت غريب. الكل تأثر من الوضع، كل الفنانين، كل العازفين، كل الموسيقيين، كل حدا. بعد بنسى إنه لما أنا أوصل على قاعة أو بدي أعمل حفلة مش بس الفنان موجود، عندك مدير القاعة، المخرجين، الصوت، يعني الكل خسر شغله. حتى بعد ما يروح اللوك داون الناس ما راح فجأة تطلع وتروح تحضر كل حفلاتها، راح يضل في نوع من الخوف. تيجي على عالم طبيعي، على عالم عادي. يعني نقولها إنه صار هالحكي قبل ما تنولدي. I'm not panicking بس I'm just not at ease. إنه أنا بكرة بدي أخلف ماما ما بتقدر تجي، تونت فيفي ما بتقدر تجي، يعني ما يعني حاسة إنه responsibility كتير كبيرة. واحد، اثنين نحنا ويك، يعني أنا ما فيني، يعني ما بعرف. I'm just panicking. لا بعرف إنه حمم هالأشياء كلها.
this is not the time simply to end the lockdown this Amazing. Week. So, work from home if you can, but you should go to work if you can't work from home. And when I look at what you've done already, when I think of the millions of everyday acts of kindness and thoughtfulness that are being performed across this country and that have helped to get us through this first phase. That's us. I know that we can use this plan to get us through the next. Thank you very much. I'm done with trying to analyze what they want. Yeah. Be clear with us. Tell us what you want and tell us how are we expected to live our lives. هلا نحن بالنهاية بدنا نشتغل. يعني إذا في measures we have to take, we'll take them, we'll be extremely careful. We can't stress on things we can't control. We can't control coronavirus. We can't do it. So. I know. الحمد لله مشيت كي دايره الحمد لله يعني انا قلقه جدا عليك اختي الكريمه لانني اعرف انك تشتغلين بقطاع النقل وانك انت اكثر عرضه للعدوى الاصابه بهذا المرض ولا اخفيك انني دائما افكر فيك وقلق عليك وعلى بنتك شكرا لك هو رمضان يعني بصدق يعني هو مختلف عن رمضانات السابقة عن الأعوام السابقة نحن نعيش أولا في قلق يعني بصراحة يعني نفكر في مستقبل ونفكر في ما بعد أنا عرفت نجات هنا دابا الناس اللي متخوفين منها هنا في كيقول لك عادي ترجع new normal life لكن دعيني أقول لك أن هذا الوباء يعني خلف إيجابيات ما هذه الإيجابيات هي على المستوى العلاقتي وعلى المستوى الإنساني يعني أجبر الناس أن يتأملوا ويراجعوا أنفسهم حتى يصححوا أخطاءهم يعني معك حق يعني أنا متفقة معك 100% شكرا أختي الكريمة شكرا جزيلا شكرا يلا باي باي لالا نجاة الغزالة ميرسي أنكور جو تيم تخي فور باي 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 مع السلامة باي ننظف هاي المنطقة على اساس انه احنا ممكن نعمل عزومة للاستاف وناكل مع بعض على العيد ان شاء الله يعني امبارح رحنا وزعنا افطار في جامع المنار وشفنا عائلات يعني واقفة ما عندهم اكل ما عندهم اي دوكيمنت وما عندهم اي مصدر رزق بالمرة وحاليا بهدول الشهرين يا لطيف طلعوا فكتير يعني مزعج المنظر مزعج جدا مش عيب الموضوع لان هدول العيال هدول الشباب اللي هاجروا من مصر من ليبيا من الجزائر من المغرب من تونس من فلسطين من الاردن من الصومال هدول طلعوا لانه ما عندهم اصلا امل في بلادهم اجوا هون على بيئه او ليبحثوا عن شيء افضل فنحن بنحاول برضو كمان نساعد هذا العالم اللي هي يعني قدر المستطاع بس نحن برضو كمان محدودين بالريسورسز يعني شو بيحكوا زكريا بيحكوا العين قصيرة والإيد قصيرة لأنه بالعادة العيد بيكون مبين له ملامح بالغربة بتكون مش كتير مبين الملامح بس حاليا غربة مع كورونا بيكون العيد تقريبا يعني مغلف فهمت علي كيف بتحط يعني بأكتر من صندوق فبدك تشيل صندوق الغربة صندوق كورونا صندوق الدبريشن اللي انت عايش فيه صندوق الفاينانشال بريشر صندوق اللي مش عارف لا العيد مرحبا عيد لو توصل لمرحله العيد بتكون انت استهلكت three kids a 6 year old girl 5 year old boy 3 year old boy نصير نحطها مع هذول اللي يكون بروبر عيد
لو كنا بلادنا كان اشتريت لهم فتاش كمان. يا جماعة الخير، أنا اليوم قعدت هون كممثلين عن الشغيلة كلياتهم، بدنا نقولكم كل عام وانتم بخير. الحمد لله. الميكس الميكسيولوجي تاعت كورونا مع رمضان انتهت على خير، والفعل أنا شعرت إنه العيد عبارة عن عيد دبل، لأنه يعني الواحد كان بمر في أزمة نفسية ومش طبيعية، وما في له روحانيات كان للشهر هذا بصراحة، لأنه لا في عيد ولا دور عبادة ولا تخالط اجتماعي ولا زيارات ولا ما يحزنون، يعني كان شوي حزين الشهر بكتير، كان كتير صعب، وبنفس الوقت الكورونا مع اللي بصير برا، فبالفعل إن شاء الله الأمور بتبلش تتحسن. أتمنى إني أورجي نوع من التقدير من خلال الموسيقى اللي عم بعزفها، نوع من المساهمة لكل حدا ضحى ولكل حدا خسر، لكل حدا تأذى من هالأزمة. إن شاء الله تكون موسيقتي نوع من توصلهم نوع من الراحة، وبنفس الوقت رسالتي إني أشكرهم، كل حدا هون عم بشكرهم. يا جماعة شوفوا، كل سنة وانتم طيبين. انتم طيبين. وربنا يحقق أماليكم إن شاء الله. آمين إن شاء الله. ده اتشلي، ده كان آخر عيد لبابا. صورة دي مش بهك شديد. عيد حزين وعيد غريب يعني، لكن نقول الحمد لله على كل حال. ربنا يرحم ويغفر لبابا. آمين. بس يعني ما تنسونا، واقف معاكم في اي حاجه، اي مشكله، اي فرحه، اي حاجه، عند لسه عندنا بعض والاهل كله معنا ان شاء الله. جدو يكون مسؤول بعدي انا خلاص، اذا انا ما في جدو يكون مسؤول على الفواتير. تمام خلاص خلاص، انا اطلع من الموضوع ده، تمسك انت. عشان السوشيال ديستانسينج. والله انا احلى يعني انسانه بجد، اسعد انسان اللي انا شفته وشي ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يجزيك خير. لا تبكي، كتبنا هيك شويه هيك كلام بس عشان العيد. كتر خيركم.